والمغلوب قسماني تلا مرك والمغلوب مغلوب قسماني لا بقى يبوي تلا قسمانك وتلا راعي ود إيه راعي شاد كير راعي معنا قسمانك وتلا راعي شاد كود كانوا وري حواي ابدالوا راوي راوي الا بدله ماكو كو اهدا براوينا لوو بدله قسم قيب واكاس وقلب اسناد سند كي بدلتان جيزه لمضن لو روغن قسم قيب واك مرك مغلوب وحو نقا لبو نقنا ابدالوا راوي براوي كو يا قلب اسناد لمضن وجد سند كي على روغا واد او لسك دبل ديوت والمغلوب مركه مشتق من صاره مشوايه من القلب يا لصاره مشواد وهو قلبي لوغو شيغان تبديل شيء شيء بدلتان كي سواي باخر لوغو بدلا على الوجه يعني لوغو بدلا وجهه الاتي سوصل وهو اسو مغلوب كن قسم انا لبا قيب واي او تلا اي تبع الشهاده شاتك الراعي في النظم يكون راعي الاول كن وري ان يكون حديث يا مشهور انه نقل من عام باي بالراوي وقعان باي فيجعل مكانه راوي بوسكي سوا حاله يلا راوي 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 اخر اي كلت واد الكين واد سؤال هذا راوي في طبقه واد راوي قال له طبقه واد وذلك الحديث المشهور وحديث عام باي بسالم وقعان باي فابدل ولا بدل سالم بالنافع على هو بدله وبالعكس هو الاخري واليه انا يعني اشار يا اشاره فرتك فيق بقول مصنف كقول كيسو ابدال راوي راوي اشتهر عام بحي بي راوي الحديث كعام بعاد اشتهر حديث ابو عام بحي ما اي راوي راوي كي كو كان او او من سنه كميده بالراوي لا لو بدله راوي اخر ما كله مكانه بوسكي سالكين يسير سو هذا مرقومه كل جعل في اسير حديثه لقرابتي غريب نميز قسم اي اول اول واحد معنى حديث كان صابط رمى اللوك اللي رجع بحيتها إلا يرادو حديث هو قريب واد أو اللي يرادو حديث لجعل هذا النضاد مثاله مرك تصالي يا أوه أيضا الراوي اللي بدلي أو الراوي بس كيس الوزو بدل حديث الراوي حديث نوا حديث كون رواه أوري عمر بن خالد الحراني عن حماد بن نصيب كوري وحماد بن وضاع نموضوع واي كما في الميزان سير قتيل عن الأعمش وكوريات عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين قال هذا دل كل إنسان أو لك ولنتان في طريق فلا تبدؤون بالسلام سلامكم بالله من الحديث حديث كان مس قلبه حديث كان حمادة أدب قديات فجعله حديث كان حكاية عن الأعمش وإنما هو حديث كان معروف وبلغ يقانه بسهيل عن بسهيل من أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة ساس حديث كان ويقين ما كان نكاس أدب قديس كمين هكذا سيأس أنا رواه حديث مسلم كوري في صحيحات سيد الضمب أو حديث أو كوري معنا وثاني كلمات تبديل إسناد سند كأول بدلوا تبديل إسناد مضن مضن سند كيس على بدلا بإسناد مضن آخر مضن كلاته سند كيس له بدلوا وتبديل إسناد هذا المضن مضن هذا المضن مضن كان آخر سند كيس على بدل بإسناد الأول له بدلوا وذلك تصارع كما قال سيد يروى إله يقاه أول وقلب إسناد لمتن مجدد استغفر الله العظيم الذي لا اله كما قال اله ماير ما اساس وثاني كلمات تبديل اسناد 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 مدني مدني سند كيسو لو بدلوا باسناد مدني اخر لو بدل وتبديل اسناد هذا المدني باسناد الاول لو بدل كما سيدي قال او المصنف كواد او ويرو وقلب اسناد لمدني واد فيجعلوا ليله لمدني اخر حاله يلا مروين أولوي بسند آخر الليلة مدن جا حلو رجيا سند وصل هنا لقول رجينا مدن جا نحلو رجيا سند وصل هنا لقول رجيا ساسا لا جاكو تاج وقلب إسنادين إسناد رجوا تال كيسة لمن اللور جانا قسم واي ويجعلوا الليلة هذا المدن مدن جا نوكنا لإسناد آخر ثاني أول هذا الليلة وإنما يفعل ذلك كسوار السماء وقلبه لقصد الكشف في يد قصد كذا لو قصد هذا درت هذا لو في دواد عن حال المحادثي محادث كحال كيس قال له قصدي مثاله تساليسه ما هو وقعد عياد لا صلى داد مثاله تساليسه ما هو وقعد عي لأهل بغداد ودعي مع إمام الفني فني إمام كيس لدير كيس فني البخاري هذا بخاري هذا لما قدموا مركب صقل عليهم كركوده جمعوه أكل من لو للبخاري 100 حديث أكل من جمعوه أكل من لو للبخاري 100 حديث وجعلوا مضن هذا الإسناد لإسناد آخر ويله بقول حديث أنت يا شين أي حيث مين مضن كان قارا سنة كان يكون جاي كان سنة كان قارا كاس مضن يجي يكون جاي وإز دوام يا شين
وكل إسناد إلى مدنه أولا فأقر له ناصر بالحفظ يقرا عفوا أبوه والقوم القلوب كيردين ذلك كاس علي دوش يسكردين والقوم الردين ذلك كاس علي دوش يسكردين فرد إمام البخاري كل مدنه إلى إسناده وعشاد وكل إسناد إلى مدنه وعش سنة كيو سوقبتي مدنه يسوسي مدنه قاضي سنة كيسوسي فأقر له ناس يقرن بالحفظ يقرن وأعن له حكم وجين بالفضل يقوم وجين وحكم حديث حكم كيسن أنه شأنه لا يجوز مبنان إلا لقصد الاضطراري امتحان أي دول لو قدرنا معي سكر لكم مبنان في الحفظ على سكوب امتحانا ثم يرجعون مغلوب مغلوب يسأل الله منا إلى ما كان عليه وحي وهاي وصل الله منا وإذا فعل هذه السمين لقصد الإغرابي قريب يريد قصد كهذه السمين فلا يجوز مبنان قد عنه خلاف الآن مبنان هذا